قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله سلم جميع مهامه للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورحب بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة. واشار المتحدث الرسمي الى ان رئيس الوزراء الفلسطيني واعضاء حكومة الوفاق الوطني اعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة واكمال السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية ونيل الحرية والاستقلال. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه المركزيه لحركه فتح برئاسه محمود عباس للعمل على تقديم توصيات بتشكيل حكومه فصائليه سياسيه من فصائل منظمه التحرير وشخصيات مستقله